اللي صار احنا هنا هذه ارضنا متوجين عليها وورثة عن جدنا الهميات السنين، ما وجدنا الا الجيش الاحتلال الاسرائيلي جاي بتنظيمه، الجيش والجرافات والخلطات بسكروا عندنا نبعات مي كنا مستفيدين منها، زرعين ارضنا حوالي 80 ظلم، عندنا هي حمامات بلاستيكيه مزروعه خيار بندوره عده خضره وزراعه خارجيه وتعيين كميه كبيره من هذه العائله. فاحنا في شح الحين، احنا نضل نوضع شح في المي وزرعتنا كلها تخرب كل شيء وما في دخل ما في ولا شيء، ونطالب احنا سلطتنا الوطنيه مساعدتنا في هذه المناطق اللي هي مسماه سي قريبه على الشارع الالتفافي، واحنا محرومين من اي نوع من المساعدات في هذا الموضوع.